لله ما أعطى ولله ما أخذ. فالله يرحم الأستاذ والممثل القدير وأحد رواد ميدان المسرح المغربي سي بن عبد الله الجندي، الله يوليه برحمة الله. رجل كان خلوق، رجل كان مثقف، رجل كان ما كيهضرش بزاف، يعني دائما كتلقى خجول، ولكن كان فنانا بمعنى الكلمة. كان مؤلف وكان ممثل وكان مخرج، فالله يرحمه ويجدد عليه الرحمات. وهذا الرواد هانتي ما كتشوفوا واحد تابع واحد، فالله يهدينا على بعضياتنا ونحنوا لبعضياتنا، لأن الدوام لله، كل نفس ذائقة الموت. كنقدم التعازي للعائلة ديالو والبنت ديالو والأسرة الفنية والأسرة الصغيرة والكبيرة، فالله يرحمه ويجدد عليه الرحمات. جئنا هذا اليوم بوفاة صديق عزيز وفنان كبير، أحد رموز هذا الوطن الحبيب، فلا وهو سيدي محمد بن عبد الله الجندي الذي غادرنا إلى دار البقاء. يعني كان معروف يعني بطيبوبته وبإنسانيته قبل أن يكون فنانا وكاتبا وزجالا. يعني فقدناه رحمة الله عليه كما فقدنا الكثير من يعني طينته من المجتمع المدني ومن الفنان الكبار، رحمة الله عليه وعلى جميع أمواتنا، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. رسالة، الله يرزقهم الصبر والسلوان، يعني لا لابنته ولا يعني جميع الأسرة ديالو ولا من أهلي من أهل الجندي. نتمنى لهم الصبر والسلوان إن شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.